يعني بداية نبسط كده للسادة المشاهدين، احنا دايما بنسمع هذا المصطلح او هذه الكلمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان. تمام، نبسط بداية ما المقصود بهذه الاستراتيجية وابرز المحاور الاربعة اللي بتشملها الاستراتيجية الوطنية. خلينا في البداية نقول ان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان هي اول خطة وطنية ذاتية متكاملة تضمن تعزيز ممارسات حقوق الانسان في الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة. 3 سنوات من العمل من بعد قرار دولة رئيس مجلس الوزراء عام 2018 بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية برئاسة معالي وزير الخارجية ومشاركة الوزارات المعنية، اجتماعات مستمرة ل3 سنوات متكاملة من المتخصصين والمعنيين بحالة حقوق الإنسان، منظمات مجتمع مدني، حركة حقوقية مصرية، نواب، وزارات، كل ده اتجمعوا عشان يدرسوا ما هي التحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في الدولة المصرية، كيف يمكن التغلب على هذه التحديات وتحقيق مستهدفات واضحة ومباشرة تضمن ممارسة المواطن لحقوقه بكل حرية وبكرامة ودون تمييز. 3 سنوات من العمل نتج عنه في 11 سبتمبر 2021 إطلاق رئيس الجمهورية للاستراتيجية في مؤتمر ضخم، وهو بيعلن أن مصر بدأت عهد جديد من المصارحة والمكاشفة وفتح الطريق لكافة الأطراف المعنية للمساعدة في بناء جمهورية جديدة طليق بكرامة الإنسان المصري. اشتغلوا على 4 محاور رئيسية، المحور الأول كان يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، المحور الثاني يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المحور الثالث خاص بالفئات الأولى بالرعاية، شباب، مرأة، كبار سن، ذوي إعاقة، طفل، بالإضافة للمحور الرابع وهو خاص بالتثقيف وبناء القدرات. نتكلم عن استراتيجية كاملة وبنأكد أنها استراتيجية وطنية في المقام الأول، استراتيجية جاءت نتيجة إيمان الدولة المصرية في عصرنا الحالي أن حقوق الإنسان لم تعد رفاهة، لم تعد كما كان يقال سابقا أنها أجندة غربية وأن احنا محتاجين بس نطور الموضوع عشان نشوف العالم بره شايفنا إزاي، ولكن الاستراتيجية جاءت لتضمن أن يمارس المواطن المصري حقوقه بكل كرامة وبكل حرية.